كراش بانديكوت، وأخيراً أنا نيو كورتكس العظيم، وضعتك حيثما أريد، والآن الضربة الأخيرة. اصمت أيها الغبي. تقبل يا إنتروبي، هذا سيفشل مجدداً. على الأقل حاولت مع أوكا تحريرنا من هذا السجن. أنا لن أستمع إلى كلامك التافه أكثر من ذلك وطريقة مضغك. هل مات؟ دعه، لقد انتهى دوره. استدعيت قوة خارقة. كراش، أنا أخشى أن هذا ينذر بوقوع الكارثة. أشعر أنها قادمة من قمة إنسانتي. بسرعة لننطلق. كراش، كراش، كراش. لاني لولي، لو أن الأقنعة الكونية قد عادت إذا. أهلا أكو، كيف الحال؟ أهذا صدع كوني؟ يبدو أنها بوابة تفصل بين الأبعاد. أجل أجل، كالتي نقيها مغلقة. يجب أن ندخل وأجل أشقائي ونصلح هذا الأمر قبل ما يرتكب حقير مغرور يدبر خطة شريرة كارثة. ما هذا لنا أوكا دون أن يدري الطريق إلى مستقبلنا المشرق؟ بمجرد أن يكتمل مولد الصدع الذي أصنعه سوف نفرض سيطرتنا على الزمن والفضاء. إنجين وإمبريو، أخبراني، ما الاختراعات التي قمتما بها؟ سيدي، معجزتي الآلية ستجعلك تلوم جيشا مغناطيسيا. ومزيجي سيجعلني سيجعلهم منيعين. أجل، استمتعوا بمسدسات الأشعة مثلا. هيا بسرعة. حسب تقديراتي أعداؤنا يتقدمون نحونا بالفعل، ونحن سوف ننتصر. إذن نحتاج لأقنعة أخرى لغلق الصدوع. صحيح، الآن أخي أكانو في مكان ما هنا. مرحبا بكم في العالم الجديد. تبحثون عن أقنعتكم العزيزة. إنه المزعج الذي ذكرته. لا تقلق، دائما ما نقاتله ثم يخسر، أمر يتكرر. لن تنجحوا، سأمنحكم فرصة لا تعوض لتشاهدوا عن قرب سلاحي المدوي الرهيب. استعدوا للاستمتاع. حسنا أيها المختلون الدمويون،
عليكم أن تصفقوا بحرارة من أجل روكيت هيد. شكرا جزيلا. مهلا تونا، لكنك مختلفة، أنت لست من عالمنا. تسرني رؤيتكما، فلم ألقاكما منذ فترة. فقدنا الاتصال في عالمك أيضا، ها؟ شيء من هذا القبيل. هل متنا في عالمك مثلا؟ لا لا لا، بالتأكيد لا. كيف تسري الأمور في البعد الذي جئت منه؟ كالعادة، تحاول مجموعة علماء أشرار السيطرة على الأبعاد. ها، إذن عما تبحثون؟ كريستالات؟ جواهر؟ أقنعة. أوه، هذا ممتع. حسنا، بالتوفيق. مهلا، ألن تأتي؟ عذرا، أعمل وحدي. سأساعدكما عندما أستطيع، في الحقيقة أنا أفعل. أكانو، قناع الظلام القديم. كراش احترس، إنه ثقيل. حسنا، أنت مستيقظ. حسنا، قناعان وباقي قناعان. أنا كنت خائفا بنسبة 100%، والآن أنا خائف بنسبة 99%. حسنا، البنديكوت جاء ليساعد. بنديكوت، اتبعوني. مقتضب ومباشر، أحبه جدا. إذن أين القناع التالي؟ ليس هنا. لو لم يثقب الحمق الواقع لاستطعنا فتح صدوع لنا. سوف نسلك الطريق الطويل، لكن أشعر أن هناك صدعا هنا. يا رفاق، أعددت لكم لعبة ممتعة. سأهدي البانديكوت الذي سيستطيع الوصول إلى مختبري مكافأة، لكن يجب هزيمة اختراعاتي المميتة في الطريق إليه. لقد وصلتم، والآن وقت مكافأتكم. والآن اختباري الأخير، تعرف على انتقام الساحر. ماذا؟ مؤخرتي؟ لنهرب من هنا.
أنا جائع للغاية. مهلا آدي، رائحة فطيرة أم هسو ديدان البصاقة أم تأكل خفافيش مع السحالي؟ حسنا، ماذا لدينا هنا؟ أليتم الأطعمة المقززة التي يطهوها بابا باتفيل؟ إذا تعالوا إلى مطعم دينجو. الأطعمة في مطعم دينجو غير صالحة للأكل، والاختيار لكم. أثار أطعمة مطعم دينجو الإرهاب، رائحة العرق، سلوكيات خطيرة، التفكير بلا فائدة، الجوع، الشبع، والانعزال عن المقربين، التهاب جلدي، ملل، تسرب سوائل، رشح دائم، تحمير الجسم، فوضى حمل، غسل، كومبا شيكس. تذكر زميلة الدراسة، ماذا تفعل؟ أحياء سعيدة وخير. لا قمصان ولا أحذية. ماذا؟ كم الساعة الآن؟ يا للهول، كنت أعرف. كراش، كوكو، قبل كابونوا العجوزة، هيا. لا تنظروا كأنني أخرجت ريحا. أنا الزمن، أرى كل شيء وأعني كل شيء. هناك تطورات غير متوقعة في مستقبلكم، مستقبلكم القريب. أحداث صادمة ستغير مجرى حياتكم. سأقاطعك قبل ما تخبريننا كيف سنموت. حسناً، إذا كنتم تفضلون عدم معرفة شيء عن العملاق والوحش آكل الأقنعة، هذا خياركم. كراش بانديكوت، لقد حان الوقت الآن. سيكون الأمر شبيهاً بما حدث بالماضي، لكن هذه المرة ستسير الأمور كما خططت. ليس كرانية. بانديكوت مزعجون. أستظل الحرب دائرة بيننا هكذا؟ أخبرني يا كراش، أهذا ما سيحدث إلى الأبد؟ كنت أعرف أنك ستفشل في هذه المهمة البسيطة. تفاخر كما تريد، أنا منسحب. إن احتجتني سأكون في جزيرة ما وحدي. يا لحسن الحظ، لم أعد بحاجة إلى تحالفنا. وجدت شريكة جديدة وخطة جديدة. كنت تخطط من دون علمي؟ بالطبع، يتسم مولد السطع بإمكانيات تتجاوز خيالك الضئيل. كنت راضيا بالسيطرة على الفضاء والزمن فحسب، أما أنا فأفضل البدء من الصفر، إزالة كل شيء، محو كل شيء والبدء من جديد. سأعيد تعيين المسار الزمني وسأنظمه كما أريد. سأصبح الحاكم. هذا يعني أنك لن يكون لك وجود، ولا تلك الأقنعة الحمقاء، ولا تلك الكائنات المتطفلة. يمحون ذلك الحقير المتغطرس من الوجود؟ لن يستطيع فعل ذلك بعدما أغرس هذه الشوكة. لكن ليس إن قضينا عليه. يبدو هكذا أن عدونا مشترك. ربما سنجد مخرجا من هذه الحلقة المفرغة. حسناً. استيقظ. ماذا؟ هل هذا لانيلوني؟ كيف حالك يا أخي؟ عذراً للمقاطعة، لكن الوجود قد يمحى، هل نسرع؟ وبما نفعل وجود أي أحد على أي حال؟ لا تهتمي بهذا، فهو محبط دائما. هذا صحيح، لا تهتم بي، فلا أهمية لي ولا لأي شيء. عثرنا على إيكا إيكا ولدينا الأقنعة الأربعة، ما التالي؟ لن نستطيع إغلاق الصدوع حتى نوقف ما فتحاه. أظن أنه إنتروبي واختراعه الثمين مولد الصدع. أوه. الوقت قد حان لتلقين إنتروبي درسا. Oh, my God.
دينجو داين؟ تمهلوا، لو وجدت قتالكم لشويتكم. أتى معي، وجدته ضائعا بالخارج، أخبرته بما يحدث عن أمور الزمان والمكان. أجل، أريد العودة لبيتي، كنت مستمتعا بعد التقاعد. فهمت، أصبح شريرنا طيبا. شريرنا؟ اصمت أيها المزعج. لكن سيدي، أنت تختبر صبري يا أوكسايد. لكن أنا الآن على ثقة أن الحقيقة تعلم لطاعة الأوائل. إنتروبي، خذ مركبتك لكوكب برميوغلا، وانتبه للمركبات المقتربة من مولد الصدى، لن نسمح لأي دخيل بالاقتراب منه. في الحال يا سيدتي، تديرين شؤوننا باتزان كبير. بالطبع كما تفعل. سأتقيا. يبدو أننا متجهان إلى مولد الصدع، كنا سنصل أسرع باستخدام هذا. ما هذا؟ تونا، لن أفقدكم في هذا البعد أيضا، سأحل المشكلة. لكن نحن فريق. ها، ماذا فاتني؟ ما هو الخط الآن؟ ألا يمكنك فعلها؟ دعوها تذهب. آخر مرة قتلت فيها أصدقائها كانت صرخاتها رائعة. ممتع. لا، لنجعل الأمر ممتعا ولنمنحهم فرصة. لنرى ما الذي بإمكانكم فعله معا. استيقظا. اتبعاني. بوابة تفصل بين الأبعاد. ينذر بوقوع كارثة. السيطرة على الأبعاد. شيء غبي بشكل هائل. روكيت هيد. أنت لست من عالمنا. أعمل وحدي. بان. أعني كل شيء. هذا ما سيحدث. شريك مخرجا من تعتبر البانديكوت حيوانات ضارة، نتخلص منها مثل ذبابة المنزل. أوه يا لطيف. جارنا الضائع وجد طريق المنزل. اللعنة عليكم يا بانديكوت. انتصرنا فعلا. حسنا، هذا ألا يمكن القيام بمهمة بسيطة؟ أنا لم أعد بحاجة أبدا إلى غرباء أو غاد. تحالفنا. هيا إذا لنغلق هذه الفتحة. أهلا.
فعلا كانت المغامرة ممتعة. أما عن عودتي لمنزلي، حسنا، وبعدما أصلحنا المشكلة سنأخذك أينما تريد وقتما تريد بعدما نستريح. الآن لا يسعني إلا إيصالنا إلى عاصمة الطهي في العالم، مدينة ناتشوز. أحسنت قولا يا كراش. سنقابل الآخرين بعد الاستكشاف. الآن أين شاحنة الطعام؟ كان اللحم المشوي شهيا. سوقا، من طهى ذلك؟ الحرارة مرتفعة، كل ما بالداخل كالعجين وآثار شواء أيضا. أحببت الوامبا المخللة. كورتكس يا وخد، لما لم يخطر ببالك هذا؟ لقدناه درسا. هناك طريقة أخرى لوضع حد للقتال الأبدي بيننا. يمكنني العودة لبداية الأمر. يمكنني إلغاء أعظم إخفاقاتي. يقصدك أنت يا كراش. إلى اللقاء يا بانديكوت. مجددا، انتما نحوحان جدا، فما التلميح الان؟ من على تردد الشخصي فائق السريه؟ ماذا؟ من هذا؟ من هذا المحتال؟ هل حقا لم تتعرف على وجهك؟ اتيت من المستقبل لتحذيرك. اذا حاولت جعل كراش بانديكوت ان يكون قائدا لجيشك ستغفر. الآلة ترفض أهدال شرير إمبريو. أخبر الحراس. إن لا أستمع إلى نفسي. سوف تتنكر مثلي الآن؟ حسناً، أنا هو أنت من المستقبل يا غبي. أنا لست غبياً، أنت هو الغبي يا غبي. أمسكا. هل لديكما أي فكرة كم أنا كنت عنيف؟ أنا يجب أن أمنعه من تعيينك، ولن أقتله لأن ذلك سيقتلني، وهذا يعني أنني سأضطر إلى قتلك. تباً. هل قمت بالقبض على جهاز إطلاق النار الآلي؟ مخادع. يا مساعد، هل إيه لك حسب؟ واقبل فكرة العدم. الأجهزة الآلية، أطلقي. اذهب. وقت مستقطع.
الدم براغيث جسدك وهي تبكي. أنني ربما أهدر. إنه تلقى ضربة في صلعته، لكن سقوط الخصم يعني شيئا واحدا. عند الضربات فزت أنا. قائد الجديد ستكون أهم أعماله هي أن يتخلص منك. نحن أقرب الآن من ذي قبل. بسرعة إلى الدوامة. دكتور كورتكس، الدوامة غير جاهزة. لا نعرف ما الذي ستفعله. أجل ثانية. يوضح الكثير. أين مكانك؟ ماذا سوف تفعل بي؟ لا لا لا، يبدو أن أحدهم يحتاج إلى استراحة قصيرة بمكان لا يسبب فيه مشاكل. استمتع بنهاية العالم. هذا مطعم دينجو وهو مستعد لكم. رحبوا بالأطباق الشهية المستوحاة من رحلتي عبر الأبعاد. ستستمتعوا مع التصميم الثلاثي الجدران لحجرة الطعام. مطعم دينجو حصلنا على التقييم شين وتعني شهي. تحذير، شين هي درجة تعصب في الصحة ولا تعني شهي. السلام أخيرا. دورك يا كراش. 5 4 3 2 1. Thank you.
هذه اللعبة خيالية. أي تشابه بينها وبين أي حيوانات أو أقنعة أو تمساح دينجو أو العلماء الأشرار ما هو إلا صدفة. لا تلعبها إذا كنت تعاني من حساسية الومبا، الخوف من تعريب الألعاب، خوف من الأبعاد، خوف من المنصات الثابتة أو المتحركة، خوف من ضوضاء السحق والقفز، خوف من العلوم، أو خوف من جمع الأشياء، أو الحنين إلى التسعينيات، أو عدم استيعاب الزمن، أو مسامحة من ضايقوك، أو عدم القدرة على اختيار مطعم لتأكل، أو تذكر أين أوقفت سيارتك، أو معدة حساسة. للمعلومات عن البنديكوت وتغذيتها وموطنها والتزاوج وجميع مقاساتها زر مكتبتك أو اسأل جدتك. لا أعرف إن كان لها أي تجربة مع البنديكوت، ولكنها حكيمة وستسمع لك. صناع اللعبة لا يتناولون الطعام في مطعم دينجو دايل. المعروف أن طعامه يسبب القيء، السعال الديكي، دمامير بالوجه، التفكير السيء، الانتقال العشوائي لحياة مظلمة، وأن لا تتحكم في القطة أثناء الاجتماعات. أي عرض أو توزيع أو نسخ لهذه اللعبة سيؤذي مشاعرنا بشدة. ولما تؤذي مشاعرنا؟ لقد مدحناك كثيرا، قلنا إن شعرك رائع رغم أنه غريب الشكل. لعب كراش بانديكوت في أجنحة إنسان، هي جذع تغطية الطحالب، طحالب ناعمة لذا يمكنك النوم عليها. لا يناسبك النوم على جذع، عذرا سموك. سأحضر إفطارا فاخرا بدلا من النمل المقيم أسفل الشجرة. لا أصدق ما يفعله بعض الأشخاص. أمهلني دقيقة. حسنا أنا مستعد. أحداث هذه اللعبة تتبع ما سبقها، إن لم تحبها فاعتبرها حلما.